السلام عليكم، اسعد الله مساكم بكل خير. اليوم جيناكم بتغطية من وكالة عبد اللطيف جميل تويوتا. باذن الله بغطي لكم العروض الرمضانية الموجودة عندهم، بغطي لكم السيارات الموجودة في المعرض، وبناخذ نظرة عنها وبناخذ جولة في المعرض. يلا خلونا نشوف. واليوم عندنا استفتاحية بالكوريلا 2018 اللي هي 2018، وبنشوف العروض اللي عليها باذن الله، وبنشوف الاختلافات اللي صارت فيها، وبنشوفها من الداخل ومن الخارج. ومعانا اليوم اخوي محمد، يا ريت تعطينا مواصفات الكوريلا والعروض اللي عليها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكوريلا كما هو معروف من السيارات اللي لها طبعا باع طويل في مجال السيارات. طبعا الكوريلا هذه 2018 تعتبر اول شيء هي سيارة اقتصادية جدا، لان صحيح موفر البنزين، موفر اللتر الواحد بيمشيك ما يقارب 18 كيلو، تعد من السيارات رقم واحد في اقتصاديات البنزين. طبعا السيارة اللي معانا هي الفئة الوسط من السيارات الكوريلا، هي الفئة الوسطية اللي هي اللي بيطلق عليها الكوريلا المطور، اللي طبعا بتتميز بماكينة 1600 121 حصان. طبعا من مواصفاتها ان هي طبعا مبدئيا بتكون جير اوتوماتيك، ازاز كهرباء فيها، طبعا خاصية الفرامل اي بي اس فيها، نظام مساعد المكابح البي اي، نظام الاي بي دي كمان اللي هو توزيع القوى للمكابح او الفرامل الالكتروني. جميل. كمان عندنا نظام الانوار النهاريه موجود فيها، نظام مراقبه ضغط الكفرات، في عندنا كمان اللي قلنا الانوار الخلفيه، فيها خاصيه التحكم في ثبات السياره الفيكل ستابيليتي كنترول. بس ياريت تشرح ليش هي الفيكل ستابيليتي كنترول؟ هذا الخاص بثبات بثبات السياره في المنعطفات مع السرعات العاليه. جميل. هذه الخاصيه تبعها، وطبعا هي بتمتاز كمان فيها طبعا الجنوط كروم 15 اسها مقاس 15. نعم. وبيكون عندنا بالجزء الخلفي. جميل، خلينا ننتقل للجزء الخلفي ونشوف. الجزء الخلفي طبعا في اربع حساسات خلفيه للمساعده على الوقوف او الرجوع للخلف. كمان بتمتاز عندنا ان في اشارات جانبيه على المرايات، في اشارات برضو على المرايات، يعني في اشارات نعم على المرايات بتساعدك في تحديد الانعطاف يمين او يسار. هذا بالنسبه للمواصفات الخارجيه للسياره. طيب الحين خلونا نلقي نظره على داخل السياره ونشوفها من الداخل. زي ما تشوفون كوريلا من الداخل، وهذا طبلونها، ويا ريت تعطينا اهم المواصفات فيها من الداخل. طبعا من الداخل طبعا تمتاز ان فيها ازره للتحكم في الصوت على الستيرنج، عندنا كمان خاصيه البلوتوث، طبعا دي ما كانت موجودة في الفئة السابقة للموديل 2017. جميل، لكن حاليا موجودة. حاليا موجودة نعم في فئة الكوريلا الاكس ال اي المطور. عندنا بالنسبة للجير كمان هو جير سي في تي مع خاصية التحكم اليدوي بسبع سرعات اللي هو تريبترونيك يسمونه، والتريبترونيك نعم. هذه أبرز المواصفات. عندنا كمان بالنسبة للجزء الخلفي في عندنا اللي هي التكاية الوسطية. التكاية الوسطية، وتصير سيارتك في الأربع أشخاص، بس مجرد ما ترفع التكاية تصير كافي الخمس أشخاص. خمس مقاعد بالضبط. جميل، يعني ممكن تكون سيارة عالية للعوائل الصغيرة أو حتى الشباب، يعني سيارة موفر البنزين بالذات على الوضع الحالي إحنا فيه، فحنا محتاجين مثل هذه السيارات. وهنا برضو متوفر فيها فتحة شاحن، غير الماركة اللي هنا، والمساحة اللي فيها كافي إنك تحط فيها أغراضك يعني بشكل كويس. وطبعا هنا متوفر التراكشن وتحكم في المرايات بالكهرب. فيعني مواصفاتها جميلة جدا على سعرها، فتعتبر سيارة كويسة وموفرة للبنزين. خلونا ننزل برا ونشوف سعر السيارة والعروض اللي عليها. طبعا حاليا بنشوف أسعار الكوريلا ابتداء من كم وتنتهي بكم للماكينتين. طبعا متوفر منها ماكينة 1600 سي سي و 2000 سي سي، لا تعطينا أسعارها أخوي محمد. بالنسبة للماكينة الأولى 1600 طبعا بتبتدي أول فئة الإكسل آي بسعر 68,880 ريال. جميل. وبتنتهي بفئة الجي ال اي اللي هي سعرها 79,485 ريال. طبعا الأسعار هذه مشتملة على ضريبة القيمة المضافة، غير مشتملة على قيمة اللوحات ولا التأمين. بالنسبة للفئة الثانية أو الماكينة الثانية الأكبر 2000 سي سي، بتبتدي فئة المطور 2000 سي سي ب 75,495 ريال، وبتنتهي بفئة الجي ال اي 2000 سي سي بسعر 86,415، كمان مشمولة على ضريبة القيمة المضافة وغير مشمولة بسعر اللوحات. جميل. طيب بالنسبة للعروض اللي عندكم على التكسيد، الحين بنجي في السناب الجاي وبنشوف العروض حقتهم. طيب ايش العروض الموجودة عندكم للتكسيد؟ طبعا بالنسبة للعروض الحالية لشهر رمضان المبارك، عندنا عرض بدون دفعة أولى على سيارات الكوريلا، القسط الأول مجاني، وبالنسبة للرسوم الإدارية كمان مجانية. جميل جدا. وهذا العرض يصير على الكوريلا بس ولا جميع السيارات؟ جميع سيارات تويوتا لشهر رمضان المبارك عليه نفس العرض هذا. طبعا هذا العرض تبع خاص بشركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل. جميل جدا. خلينا الحين ننتقل للسيارة الثانية.
اللي عنده اي استفسارات عن الكوريلا او عن سيارات عبد اللطيف جميل وعروضها يرفع الشاشه على فوق، ياخذها على موقعنا، يعبي بياناته، باذن الله يتصلون عليك ويعلمونك كل العروض الموجوده ويفيدونك. والحين ننتقل لياريس 2018 بالفيسليفت الجديد، يا تعطينا اهم اللمسات اللي صارت فيها اخوي محمد ومواصفاتها. طبعا بالنسبه لياريس 2018 من اهم التغييرات اللي تمت فيها هذه السنه الفيسليفت تبعها كله متغير بالنسبه للاسطبات الاماميه، بالنسبه للاسطبات الخلفيه، يعني الواجهه كامله متغيره. الواجهه كامله نعم متغيره. جميل. بالنسبه كمان للماكينه تغيرت، كانت الماكينه المعتاده في 2017 الموديلات السابقه 1300 سي سي، صار المحرك بالنسبه لفئه الجير الاوتوماتيك حاليا بيجي 1500 سي سي بقوه 105 حصان. طبعا في مواصفات كثيره بالسياره بتغير عن سابقتها. يعني بالنسبه للمواصفات طبعا فيها تغيير بالاضافه للفيس ليفت، بنسرد حاليا المواصفات اللي مع السياره موديل 18. طبعا عندنا الجير اوتوماتيك، ازاز كهرباء، عندنا طبعا الفرامل اي بي اس المساعد للمكابح البي اي، الاي بي دي نظام، والاي بي دي طبعا نظام توزيع قوى الفرامل الالكتروني، في خاصيه نظام التحكم في ثبات المركبه اللي هو الفيكل ستابيليتي كنترول، طبعا 2 ايرباج للسائق والراكب الامامي، بيكون طبعا عندنا الجنوط قياسها 14، بتكون جنطه حديد. جنط حديد جميل. نعم جنط حديد قياسها 14. نظام السماعات عندنا نظام 4 سماعات، بيكون في كمان بالنسبه للجزء الخلفي، خلينا ننتقل للجزء الخلفي ونشوف. وبالنسبه كمان للجزء الخلفي بيكون عندنا 4 حساسات خلفيه للمساعده على الوقوف، بالاضافه طبعا ان الجير الخاص بالسياره هو جير سيفيتي بقوه زي ما وضحنا في السابق انه 105 حصان 1500، بالرغم من وجود ان الماكينه زادت من 1300 لل 1500 عن السابق، الا اقتصاديتها للبنزين اللتر الواحد بيمشينا 20 كيلو. جميل. فهي طبعا لا اقتصاديه جدا ممتازه جدا، فهي من تعتبر من اول السيارات في اقتصاديه البنزين لسنه 2018. جميل. وزي ما اشوف انا عندي لاحظت انه حتى موجود هنا اللي هو اقتصاد البنزين ممتاز، يعني لو تلاحظون شوفوا الف في الممتاز، فاقتصاديه جدا للبنزين. والحين اخوي محمد خلينا ناخذ نظره عنها من الداخل ونشوفها. وعندنا الحين هذه ياريس 2018 من الداخل بالفيس ليفت الجديد، وايش التغييرات صارت فيها من الداخل؟ طبعا الشكل الداشبورد كله متغير، بالنسبه لفتحات المكيف كلها متغيره. جميل. اماكن طبعا وضعيه الاكواب صار اماكن الاكواب موجوده هنا. نعم. في الامام كانت بالاول بتكون في مكان بجوار المكيف. اي كانت هنا سابقا. نعم. وكان حتى مع المطبات حفر كان ممكن يتحرك وينكب عليك على طول مباشره. بس حاليا صارت موجوده هنا امام الجير. نعم. والجير طبعا زي ما احنا وضحنا انه هو جير سي في تي طبعا، وفي خاصيه التبترونيك. جميل. كمان من ضمن المواصفات انه طبعا عندنا خاصيه التحكم في المرايا الجانبيه، التحكم بالكهرب. نعم. جميل. كهرب. ده من ابرز المواصفات الداخليه. وبرضه في التراكشن موجود في السياره، يعني في ناس ممكن يقول الياريس ما فيها تراكشن، يعني ما فيها سيفتي. لا موجود فيها تراكشن. بالضبط. وموجود فيها اي بي اس، وبالعكس يعني فيها امان حلو. وغير فتحه الشاحن صارت موجوده هنا، تغير مكانها يعني، فصارت موجوده في. وبس خلونا نلقي نظر على المكان الخلفي ورا، شوفوا يكفي 5 ركاب سائق وجنب السائق والثلاثة ورا. وغير كذا الحين بننزل ناخذ نظرة ونشوف مساحة الشنطة. اللي يتوقع ان الياريس السيارة صغيرة وانها ما تكفي، ممكن لا هي تكفي فعليا 5 ركاب. هذا غير مساحة الشنطة عندنا، نشوفون مساحة يعني انا امانة لك قبل ما افتح الشنطة ما كنت متوقع، لكن بعد ما فتحت الشنطة انصدمت من مساحة الشنطة الموجودة، انا اقدر ادخل فيها جوا. وحتى مثلا اللي يحب التحميل او العوائل الصغيره يحب يشيل اغراض مثلا، راح تقضي رمضان، راح تقضي للبيت، تكفيك بالعكس. وحتى ممكن ما تحتاج انك تحط في المراتب الاماميه شيء، ومساحتها حلوه على حجم السياره. والحين يا ريت تعطينا المكان المتوفر عليها اخوي محمد، وتعطينا اسعار ابتداء من كم وتنتهي بكم. طبعا بالنسبه للاسعار طبعا البيزك تبعها يكون اللي هو الستاندرد، بيكون جير عادي وماكينته 1300، وده بيبتدي سعره من 9 او بالاخص سعره بيكون 49560 ريال، يشمل ضريبه القيمه المضافه، غير شامل اللوحات ولا التامين. ومن ثم الفئه الوسط اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي الواي، اللي هي بماكينه اكبر 1500، بيكون سعرها 52920 ريال. والفئه الثالثه اللي هي الواي اكس، وبيكون سعرها 58590 ريال. جميل جدا. يشمل عليها برضو العرض الرمضاني، نفس عروض رمضان اللي هي الدفعه بدون دفعه عفوا اولى، القسط الاول مجاني، الرسوم الاداريه مجاني. جميل جدا. خلينا الحين ننتقل لسياره ثانيه، وطبعا اللي حاب يستفسر اي شيء عن السياره ارفع الشاشه على فوق وتحصل كل شيء باذن الله.
الحين ننتقل للكامري 2018 بالفيس ليفت الجديد، يا ريت تعطينا اهم مواصفاتها والتغيرات اللي صارت فيها اخوي محمد. طبعا بالنسبه للكامري موديل 18 متغير تغير كلي، جميل. سواء في الشيب، سواء في المحرك، في الجير، في كل شيء. طبعا بالنسبه للموديل 18 نازل عندنا محركين 4 سلندر و6 سلندر. طبعا 6 سلندر ده كان اخر موديل، ده كان في 2006. جميل. حاليا الكامري 2018 نازل منها الستة والأربعة سلندر. بالنسبة للفئة اللي معانا هي الفئة الوسط اللي هي الـ LE، ودي بتكون محرك 4 سلندر 2500 سي سي. طبعا الحصان عندنا زاد من 176 للشكل السابق أو الموديل السابق، وصار 204 حصان حاليا بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، وهذا وارد عبد اللطيف جميل فقط. جميل جدا. والحين على الحسابات الجانبيك تعطينا اهم التغيرات اللي صارت فيها. انا ما شاء الله تبارك الله شفت تغير جذري كامل للسياره. طبعا انا ابغى اعرف ايش التغيرات اللي صارت فيها. انا تغير جذري جدا وصار شكلها اجمل بكثير، يا ريت تعطينا التغيرات الموجوده. بالنسبه طبعا لفئات الكامري، من اقل فئه صار ينزل فيها مثبت سرعه، صار ينزل فيها زنون عالي وواطي. من اقل فئه كمان انوار نهاريه LED وانوار اماميه LED كمان. دي ابرز المواصفات اللي جت فيها تغيير. طبعا الشكل الخارجي عندنا تغير، الواجهه كامله تغيرت، الواجهه تغيرت، صارت شكل اجمل ولمسه انعم بالضبط، وصار فيها قوه سترونج اكثر من الاول. جميل. بالنسبه كمان الفئه اللي احنا بنتكلم عنها، جنوطها صارت تيجي كروم بمقاس 16. جميل. مقاس 16. نعم. يعني حتى مناسبه، لا حفار ولا يكسر الجنط ولا شيء. جميل. لا ممتازه جدا. مقابض الابواب والمرايات بتنزل بنفس لون السياره. جميل. تمام. طبعا عندنا نظام من أنظمة تويوتا كلها، السيارة فيها فرامل ABS، فيها مساعد المكابح BA، فيها نظام التحكم في توازن السيارة وثباتها في المنعطفات. كمان عندنا نظام المساعدة على صعود المرتفعات موجود معنا في السيارة هذه. نظام صعود المرتفعات. نعم. جميل. زي ما وضحنا برضو المرايات كلها. طبعا للشكل الخارجي من خلفية السيارة شكل تماما مختلف بالنسبة. صحيح. صار أجمل، صار لوك جري أكثر. عندنا 4 حساسات خلفية. ونجي هنا لمساحة الشنطة، زي ما تشوفون عندنا مساحة كافية للتحميل أو إنك تشيل أغراض أو المقاضي. وعندنا هنا في شيء أنا مرة عجبني، عندنا توقيع كامر هنا للحامل الشنطة، وبرضه موجود يعني لا هو شموا ولا هو قماش، من البلاستيك أو زي ملمسه زي البلاستيك أو الجلد، يعني حتى ممكن ما يخرب ويساعدك لو كان عندك في شيء سائل انكب ورا ما يوسخ لك السيارة. وش نقطتين هم اللي قلت لي اياها اخوي محمد؟ طبعا في عندنا بالنسبه للشنطه، في عندنا صار ينزل في نظام مساعدات لفتح الشنطه. طبعا دي بتساعد في الفتح مباشره، ما تحتاج ان انت ترفع الشنطه، يعني اول ما تفتح الشنطه اي ترتفع. نعم، لفوق. صار عندنا في مقبض، هذا المقبض طبعا نيب. طبعا ده بيساعد اذا حبيت تسكر الشنطه، واذا عفوا ظهر الشنطه متسع او شيء، فهذا بيساعدك انك تقفل الشنطه من الداخل او تسحبها من الداخل. جميل جدا. خلينا الحين ننتقل للمحرك ونشوف توفير البنزين فيه كيف. المحرك الكامري من هذه الفئة، يا تشرح لنا عن المحرك. بالنسبة طبعا لمحركات الكامري، عندنا المحركات البنزين نوعين طبعا، هي 4 سلندر 2500 سي سي، وفي عندنا 6 سلندر بقوة 3500 سي سي. طبعا بالنسبة لأسعارها كمان بتبتدي الأربعة سلندر من 85995 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتنتهي بسعر 100170 ريال. هذا بالنسبة لفئة الأربعة سلندر. أما فئة الستة سلندر فهي تبتدي بسعر 111199 ريال، وتنتهي بسعر 122220 ريال، مشتملة على ضريبة القيمة المضافة وغير مشتملة على قيمة اللوحات أو التأمين. جميل. في عندي الحين نقطة، في شيء ممكن الناس ما تدري عنه بس الحين بذكره في السنابات الجاية. طبعا في فئة من الكامري يطلق عليها اسم الهايبريد، يا ريت تشرح لنا عنها. معانا طبعا الفئة اللي هو أو المحرك الآخر اللي هو الهايبريد، ده طبعا محرك بيجمع ما بين البنزين والكهرب. جميل. وطبعا ده اقتصادي جدا، موفر جدا البنزين. طبعا الفترة الحالية احنا كلنا مع ارتفاع البنزين، صحيح، نعم البنزين، وبيرتفع زود بعد وقد يرتفع الفترة القادمة، ولكن ده في اقتصادية عالية جدا في البنزين، ونازل بثلاث فئات بالنسبة للكامري الهايبريد. والحين هذه كامري 2018 من الداخل، وبنشوف اهم التغييرات اللي صارت فيها من الداخل والمواصفات. اذكرني يا اخوي محمد. طبعا بالنسبه للشكل الداخلي، طبعا الداشبورد كله متغير كشكله، صار صحيح انسيابيه اكثر، مطعم طبعا ببعض التخشيب في اجزاء معينه، في طبعا قطع من اللون الاسود البلاك بيانو طبعا موجوده، صار عندنا طبعا ازره التحكم في الطاره وفي
وكمان مثبت السرعة. طبعا كل الأزرة هذه صارت شكلها طبعا ألطف عن السابق وصارت ما هي بارزة للأمام. صحيح. كمان صار عندنا نظام الهولد بريك طبعا، والبريك نفسه صار الكتروني. صار الكتروني. نعم. طبعا في ناس ما يعرفوا شو هولد بريك، ممكن توقف في اشاره او تبي توقف وقوف سريع مثلا، تبي تسوي شيء مستعجل، محتاج مثلا حتى في الاشاره محتاج انك تحطه في الان وتمسك فرامل، لا خلاص تضغط الهولد بريك وهو يوقف لك السياره، وحتى لما تيجي تبي تمشي محتاج تضغط مره ثانيه، بس بمجرد انك تدعس بنزين ويحرك السياره. بالضبط اخوي نواف. كمان عندنا مساحات تخزينيه طبعا امام العصا الجير. هذا هي مساحه تخزينيه، ممكن انك تحط جوالك فوق، او حتى لو مثلا تبي تفتحها في مساحه كافيه جدا انك تحط فيها اغراضك، وغير فتحه الشاحن الموجوده هنا. ولاحظت انا شيء جميل ان صارت الشنطه والبنزين صارت هنا على طول عند اليد، ما يحتاج انك تنزل يدك تحت عشان تفتحها. والحين بنشوف التغير اللي صار في الديكور هنا، بس في السناب الجاي زي ما تشوفون عندنا هي الديكور تغير في النص، صار شكله الطف واجمل بكثير، غير ان المساحه حقت المركز صارت كبيره جدا، صارت يعني امانه الله سابقا هذه المساحات ما كنت احصلها غير في الجيوب، يعني مساحه تخزينيه مره حلوه تحط فيها اغراضك وتحط فيها كل شيء تحتاجه. وش في نقطه برضو في كمان عندنا بالنسبه للاضاءه او الاناره الداخليه اللي صارت تيجي انتاجها ياباني. ياباني نعم بالضبط، هي من 2007 لغايه 2017 هي يعني السيارة سابقا كان انتاجها استرالي، حاليا صارت انتاج ياباني، وهذه نقطة مرة كويسة. هذه ميزة طبعا قوية، بتفرق طبعا في الكواليتي تبع السيارة، كل الشغلات هذه طبعا، والناس متعطشة للمنتج الياباني طبعا. صحيح، معروف بقوته طبعا وانه يتحمل اكثر. صحيح. وخلينا الحين ننزل ونشوف سيارة ثانية، بس قبل ما نشوف سيارة ثانية اللي حاب يستفسر عن السيارة او عن العروض اللي عليها يرفع الشاشة على فوق ويسجل بياناتها، وبإذن الله بيردون عليك وبيكلمونك وبيعطونك كل شيء ممكن تحتاجه. والحين ننتقل للاند كروزر بالأشياء الجديدة واللمسات الجديدة اللي صارت فيه. وش اللمسات اللي صارت فيه أخوي؟ طبعا من أبرز المواصفات أو اللمسات اللي جت في موديل الـ 18 الزوايد والحلية الأمامية طبعا، الزوايد الرياضية. صحيح، زي ما نشوف عندنا اللحية هنا باللون الأسود صار شكلها جميل جدا. كمان عندنا بالنسبة للإضافات الجديدة في الـ 18 كان يجي طبعا شاشة DVD خلفية في السقف. جميل. هذه التغت بمعنى صح، وصارت تيجي شاشتين خلفيات. صارت تيجي شاشتين خلفية. نعم بالضبط. جميل جدا، خلونا نلقي نظرة عليها. يعني شاشتين خلفيات كبيرة وصارت أحسن من الشاشة الموجودة فوق، صارت عند كل راكب في شاشة وشاشة كبيرة يعني. جميل. هذه أبرز المواصفات اللي جت في 2018. طبعا إحنا السيارة اللي معانا طبعا هي ماكينة 8 سلندر GXR3 اللي هي بتكون طبعا 8 اسطوانات بست سرعات اوتوماتيكية بقوة حصان 304. جميل. طبعا كم ماكينة توفر منه؟ وش الماكينة توفر عليه؟ طبعا احنا بالنسبة لاند كروزر في ماكينتين بنزين، واحدة 6 سلندر وواحدة 8 سلندر، وفي الماكينة الثالثة اللي هي الديزل. جميل. عندنا طبعا الستة سلندر فئتين، من أقل فئة بتبتدي بـ 183,540 ريال، وأعلى فئة بتكون بـ 200,235 ريال. هذا بالنسبة لفئة الستة سلندر. جميل. أما الثمانية سلندر فهي بتبتدي من سعر الـ 250,320 ريال لين الـ 328,230 ريال. شيء مرة حلو. طبعا كل هذه الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة بدون قيمة اللوحات بدون التأمين. جميل. وبرضو يسري على العرض الرمضاني. نعم، اللي هو بدون دفعة أولى، بالقسط الأول مجاني، الرسوم الإدارية مجانية طبقا لشروط الشركة. جميل. محرك الأخير اللي هو الديزل، والمحرك الأخير الديزل طبعا هذا ثلاث أنواع، بيبتدي من 211,365 وبينتهي ب 239,190. وموفر البنزين في نفس الوقت طبعاً. يعني مو موفر، موفر اقتصادي للاستهلاك الطاقة. نعم. جميل جدا. طبعا لاند كروزر سيارة معروفة وسيارة عالية جميلة، زي ما تشوفون عندنا هنا ثلاث صفوف من المقاعد ووسيعة، يعني حتى اللي بيركب ورا ما راح يكون محشور او ما راح يكون متضايق، يعني سيارة مرة جميلة انها تكون عائلية مرة. ومواصفاتها حلوة زي فتحة السقف والشاشة طبعا من الداخل مخمل، وتشوفون سيارة وسيعة مرة وحلوة. لاند كروزر يعتبر من أفضل الخيارات للسيارات العائلية أو السيارات الفور باي فور، مناسب للبر، مناسب للسفر، مناسب للتحميل، مناسب حتى للتمشية، خيار جميل جدا. يعني اللاند كروزر يعتبر من الخيارات الجميلة جدا، سواء الفور باي فور للبر أو للسفر أو السيارات العائلية أو حتى مناسب للتمشية، فهو يعتبر خيار جميل جدا ومن أفضل الخيارات الموجودة.
طبعا اللي حاب يستفسر عن العروض ممكن ترفع الشاشه على فوق ياخذك على موقعنا تسجل، يكلمونك يعطونك كل المعلومات وكل شيء تحتاجه باذن الله. وهذا اللي كان معنا اليوم، كان معكم اخوكم نواف المالكي، بكره باذن الله بتشوفونا في تغطيه جديده وكاله جديده وعروض جديده. شكرا.